رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في حلقة النهاردة هقولك توقيت عرض مسلسل تغيير جو. وقبل ما نبدأ اعزائي المشاهدين، اعملوا لنا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل جديد يجيلكم اول باول. صلي على النبي ويلا بينا. مسلسل تغيير جو هو هيكون من بطولة منى شلبي، ومنى شلبي قدمت كتير من الأعمال الفنية اللي حققت نجاح عند المشاهدين سواء في السينما أو في الدراما، وبتعود منى شلبي للدراما بمسلسل تغيير جو، وده بعد آخر مسلسل قدمته وهو مسلسل بطلوع الروح واللي كان في رمضان 2022. ومسلسل تغيير جو هيتعرض في الموسم الرمضاني 2023، وهتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول شريفة اللي بتعاني حياتها من العديد من الأزمات، منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول. وهيشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين زي اياد نصار وميرفت امين ومحمود قبيل وغيرهم من الفنانين، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقه، والمسلسل هيكون من تاليف مي الشيمي ومن اخراج مريم ابو عوف، وهيتم عرض المسلسل الساعه 10 مساء على قناه ام بي سي مصر في رمضان 2023. وبكده اعزائي المشاهدين نكون عرفنا توقيت مسلسل تغيير جو من بطوله منى شلبي. اكتب لنا تحت في الكومنتات وقول لنا انت ايه اكتر عمل بتحبه لمنى شلبي. كده تكون انتهت حلقه النهارده، وسلام.